يا رب أنا معول على جمال نظرك إلينا يا رب، ومعول على مددك لبيوتنا بالسكينة والمودة والرحمة، إن يهدي بال الأزواج والزوجات إلى هذه الصفات اللي بتسعد كل واحد فيهم، واللي تخليهم عايشين ويحسوا إن أبواب البيت لما بتتفتح ويدخل شريك الحياة، أبواب بتتفتح على جنة السعادة اللي أنت يا مولانا ما بتحرمناش أبداً إن احنا نكون فيها. يا رب اجعل بيوتنا كلها بيوت سعادة وهنا وفرح لما نحس إن مدد ربنا معانا، ونتجاوز مخاوفنا اللي هي في الحقيقة بتسود حياتنا، ونشوف أنوار الصفات السبعة دي اللي بتخلينا وكأننا بنرتقي لغاية ونرى مدد الله سبحانه وتعالى لبيوتنا. أكرمنا يا رب وأعنا على أنفسنا، واجعلنا يا ربنا من أصحاب النور والبركة والمدد، لنرى مودتنا ورحمتنا ونرى سكينتنا التي تنزل من تجليات كرمك لنا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين أعنا على أن نكون من أهل الحكمة والنضوج برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين.